مدرسة الولادة هي مشروع المدرسة العمومية ديال غد، وهذا المشروع كيرتكز على مجموعة ديال الأسس، فيها الأساس أو الدعامة ديال البنية التحتية، الدعامة ديال الشروط ديال التدريس، الدعامة ديال الطرق البيداغوجية. يتعلق الأمر بتقديم خلاصات البحث الميداني اللي ينجزوا المرصد الوطني للتنمية البشرية خصوص برنامج مدارس الريادة، تبعا للإحالات وصلنا بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. طبعا الأمر يتعلق بدراسة وتقييم المرحلة التجريبية لهذا البرنامج اللي شملت 628 مؤسسة من التعليم الابتدائي، واللي حاولنا من خلالها أننا نستقيوا الآراء ديال مختلف الفاعلين على المستوى الميداني، سواء تعلق الأمر بالأساتذة، التلاميذ، المفتشين، وبالإضافة إلى آباء وأولياء التلاميذ. في القطاع التربية الوطنية ومن بين القطاعات الإدارية العريقة في المغرب، واللي مؤطرة بمجموعة من الضوابط الإدارية والمصدرية، اللي خاصها واحد النوع ديال المواكبة من أجل أننا نستعملوا التقنيات الحديثة من أجل تطوير هذا البرنامج، وفي نفس الوقت أننا نحافظوا على التوازن بين المسطرة الإدارية وبين ضمان نجاعة تدبير البرنامج. الخلاصات الاساسيه هي انه هناك انخراط للاطر التربويه في هذا البرنامج بالنظر للمجموعه ديال العوامل النجاح اللي متوفره على المستوى الميداني، سواء تعلق الامر بتجهيز البنيات التحتيه او استعمال التكنولوجيات الحديثه او المقاربات البيداغوجيه والديداكتيكيه المتجدده اللي يتم اللجوء لها، واللي كتساهم بنحو ايجابي في تقليص التعثرات على مستوى التعلمات التلاميذ اللي كيعانيوا من مجموعه من المشاكل على هذا المستوى، الشيء اللي غادي يقلص في المستقبل من الهدر المدرسي. بالمقابل رصدنا مجموعه من التحديات واللي عبروا عليها مختلف الفاعلين على المستوى الترابي والميداني، واللي كتهم ضرورة المأسسة ديال البرنامج وخلق الشروط التنظيمية والتشريعية اللي غادي تقدر تأمن هذا المشروع على المستوى المستقبلي وتوفر له شروط النجاح، بالإضافة إلى وجود انتظارات على مستوى التكوين والتكوين المستمر وضرورة انخراط أكبر لعائلات وأسر التلاميذ في العملية التربوية للأبناء ديالهم.